حملوا أعلام سوريا وحملوا معها صور ضحاياهم وانطلقوا يجوبون شوارع العاصمة الأمريكية في اتجاه السفارة السورية بحثا عن صدى يعكس تذمرهم ونداءاتهم بوقف العنف ضد إخوانهم في الداخل. والله انصبت أنا باللاذقية بمنطقة السليبة معروفة هنيك الأمن معبك. نعم نطلع بمظاهرات، كانت بمظاهرة 15 نيسان 16/5 عندما رفع حظر التجول ذلك اليوم، عندما اكتشفنا أنه عمي كان بالمقبرة الجماعية. المتظاهرون السوريون في الولايات المتحدة شددوا على ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية الدفاع عن المبادئ والشعارات التي طالما وضعتها عنوانا لكل سياساتها الخارجية. الموقف الأمريكي عندما يقول لبشار الأسد تمام أنت أمام فرصة أخيرة لتصلح أو تتنحى، فهذا ضوء أخضر لمزيد من القتل. هذا الشعب اللي كان خلال خمس عقود من الزمن يحاول أن يبني أن يفدي الرئيس بالروح وبالدم، قرر الآن ولأسباب موضوعية وداخلية ووطنية أن يكتب سيرة الشعب السوري بالروح وبالدم. دبلوماسي سوريا رفضوا التحدث إلينا أو لعل تحاشيهم للإعلام ورأه هدف لا نعرفه. أمر طبيعي أن تلحظ مظاهرة في العاصمة الأمريكية، لكن ما ليس طبيعي هو أن تجد السوريين أمام سفارتهم يطالبون بإسقاط نظام لطالما هتفوا بحياة قائده. محمد سعيد الوافي من أمام سفارة سوريا، فرانس 24، واشنطن.